هذه غرفتي. كان عند أبي وأمي مفاجأة لي ولأختي إلهام. قالت أمي: سننتقل إلى بيت جديد. هذا البيت صار صغيرا علينا، نحتاج إلى بيت أكبر. شعرت بحماسة ولكني قلقت قليلا. سألت: ما شكل بيتنا الجديد؟ هل في البيت الجديد مكان لشمشم؟ قال أبي: البيت الجديد أكبر من هذا البيت، لشمشم مكان واسع. أنا وإلهام كنا حزينين لأننا سنترك غرفتنا القديمة، لم نكن نريد أن نترك لعبنا. سألت: هل البيت الجديد بعيد؟ هل سيكون بإمكاننا رؤية أصدقائنا؟ قالت أمي: أنت وإلهام سيكون لكل منكما غرفته الخاصة، بإمكانكما أخذ كل أشياءكما، وسيكون بإمكانكما رؤية أصدقائكما أيضا. في اليوم التالي ذهبنا لرؤية البيت الجديد. قابلنا السيد سلمان وزوجته اللذين اشترينا البيت منهما. كان لبيتنا الجديد حديقة جميلة. قلت: أريد هذه الغرفة. لكن أبي قال: هذه غرفة نوم إلهام، أريد هذه الغرفة. قال أبي: هذه هي غرفتك، غرفتي كانت رائعة. ذهبنا نتسوق لشراء أشياء لبيتنا الجديد. أمي وإلهام اشترتا عدة للحديقة، أنا وأبي اخترنا لغرفتي الدهان والستائر. في الأسبوع التالي انشغلنا كثيرا. التقينا العائلة التي ستشتري بيتنا. أمي وأبي حزما وضع الأشياء في صناديق. أنا وإلهام حزمنا لعبنا. بدأ بيتنا القديم غريبا وفريا. قالت أمي: وداعا يا بيتنا القديم. ودعت صديقي باسم الذي كان يعيش في شارعنا. أراك الأسبوع المقبل. وصل رجلان في شاحنة وحملنا في الشاحنة أشياءنا. أنا وأبي ركبنا في الشاحنة. أمي وإلهام أخذتا معهما شمشم. في بيتنا الجديد أفرغنا الشاحنة. السائق مراد أعارني طقيته. كان كل شيء ملخبطا. فيما بعد أكلنا كلنا بيتزا. في اليوم التالي إلهام ساعدت أمي في الحديقة. أنا وأبي دهنا غرفتي، وشيئا فشيئا أخذ بيتنا الجديد هيئة بيتي فعلا. رن جرس الباب. كان القادم عائلة تسكن في بيت مجاور. أريت الجيران غرفتي الجديدة. أنا اخترت هذه الغرفة.